مساء الخير على السادة المشاهدين، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الهنا، مساء السرور. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج الاختيار، انطلاقة جديدة مننا لبرنامج الاختيار، برنامج لكل المواهب الشابة. الاختيار يجعلك دائما على طريق الإصرار. الاختيار دائما هو من يجعلك تثق في نفسك وفي المقدمة دائما. برنامجنا برنامج ثقافي، فني، مهني، رياضي. برنامج الاختيار شامل كل المواضيع. برنامج الاختيار يساعدك على تحقيق حلمك وعلى تنمية موهبتك. برنامج الاختيار يخطط ليك أولى طريق النجاح. دائما خليك مع الاختيار، ويساعد الشباب على العمل والإبداع وتنمية المهارات واكتشاف كل ما هو جديد، لتشجيع الشباب على العمل والرفع من معنوياتهم لتحقيق ذاتهم والوصول إلى أهدافهم. خليني أبتدي معاكم أولى حلقات برنامج الاختيار، برنامج جديد وفريد من نوعه. ما كنتش حابب أبدأ أولى حلقاتي بخبر مؤسف، ولكن الناس لجأت لينا بعد الله، نوع وإشادة في نفس الوقت بينا إن هم عندهم مشكلة. سيدة من أسرة ملتزمة، أسرة معروفة عريقة، بنتهم اختفت في الأيام الأخيرة، فتواصلوا معنا، ومن حسن حظنا إن إحنا كنا معاهم على قدم وساق واحدة، وحبينا نوصل لهم إن إحنا مش مجرد برنامج. هو أي نعم برنامجنا برنامج ليه اتجاه تاني خالص، بس دي مشكلة والناس تواصلت معانا إن إحنا نقول لهم. طيب، للأسف هو خبر محزن جدا، وهو اختفاء شابة من يوم 22/8 حتى الآن. الشابة دي من بلد اسمها المنصورية، مركز منشئة القناطر، واسمها دعاء سمير محمد محمود الدموكي. ومن هنا برنامجنا نناشد السادة المسؤولين بتكثيف الحملات الأمنية لمعرفة مكان هذه السيدة، لأنها في الأول وفي الآخر سيدة مصرية تحمل لقب مصر، فهي ابنة لنا جميعا وشقيقة لنا جميعا. ومعانا والدها على التليفون، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير أستاذ سمير. مساء الخير يا فندم. مساء النور، الله يكرمك. الله يخليك. كنا حابين نسأل حضرتك إمتى اختفت شيماء عن البيت؟ دعاء يوم 22. عفوا. يوم 22/8. يوم 22/8. الساعة 10 الصبح. الساعة 10 صباحا، هل كان في مشاكل بينكم وبين بعض؟ يعني حصل؟ والله يا أستاذ أحمد أبدا ما فيش مشاكل ولا أي حاجة، بس هي ممكن تكون زهقانة شوية أو كده ولا حاجة. هي بتعاني من اضطراب نفسي؟ بتعاني من حالة نفسية. تمام، طيب حضرتك توجهت لقسم الشرطة وعملت محضر بعد اختفائها ب 24 ساعة؟ بعد 48 ساعة سامح بيه بدوي عملوا لي المحضر في منشأة القناطر. ومن يوم 28 اللي هو الاثنين اللي بعد اليوم ده ما فيش حاجه ولا حد رد عليا ولا اي حاجه. بس طيب حضرتك انت تواصلت معانا واحنا لبينا دعوتك، هل كان في اي مشكله في التواصل معانا او الوصول لينا؟ لا 100 100. انا كده احمد وكده تمام. طيب خير يا رب. حضرتك بتطلب؟ لا، تحت امرك، هي اختنا كلنا، واحنا دائما لازم نساعد بعض ولازم نكون بجوار بعض. طيب واحنا من خلال برنامجنا هذا بنتكاتف مع حضرتك وبنتضامن معاك وبنناشد المسؤولين بتكثيف الجهود ان هم والحملات الامنيه لمعرفه مكان اختباء هذه السيده، لانها زي ما احنا قلنا دي بنت مصر. حضرتك بتطلب ايه من المسؤولين يا استاذ سمير؟ انا بطلب استغاثه ان هم يدوروا لي عليها، بقى لها 10 ايام في الشارع معرفش عنها حاجة، وفي حاجات كتيرة كل واحد يقول حاجة، ده هنا ده هنا، أنا مش عارف، أنا تعبت
10 ايام وبنت، بنت يعني مش عارف اقول ايه، بس فانا بطلب منكم يعني يدوروا لي عليها، يجيبوا لي بنتي، انا طالب بنتي وبالنادي. مش طالب احنا حاجه يا استاذ سمير احنا من خلال برنامجنا برنامج الاختيار نناشد المسؤولين واناشد قسم منشئه القناطر السيد رئيس المباحث سامح بيك بدوي والمأمور المركز بتكثيف الحملات لمعرفه مكان اختفاء هذه السيده لانها ابنه المنصوريه، وانا اعلم جيدا ان قسم الشرطه لا يتوالى للحظه واحده في اي مشكله تعرض عليه لحلها. فمن خلال برنامجنا هذا للمرة الثالثة نطالب بتكثيف الحملات لمعرفة أين تختبئ هذه السيدة أو هي فين بالظبط. شكرا يا أستاذ سمير، نورتنا وإن شاء الله ربنا يطمنك عليها وإن شاء الله ترجع لحضن والدتها ووالدها على خير إن شاء الله وأسرتها الكريمة. كلمة أخيرة حابب أقولها لاختفاء السيدات في هذه الأيام، مش كل بنت بتختفي من البيت بتكون على مشكلة مع أهلها. بعد إذنكم من كان منكم بلا خطيئة فليحاسبنا. بعد إذنكم البنت تعاني من اضطراب نفسي، بلاش الكلام الكتير وإن دي راحت فين ودي إيه اللي حصل، أكيد في مشكلة. بعد إذنكم يعني يا ريت نلم بالبلدي كده بنقولها من خلال برنامج الاختيار، نلم لساننا شوية عن الناس. الناس من أسرة عريقة وملتزمة ومتعلمين، وهي سيدة معها بكالوريوس تجارة، يعني مش مجرد بنت عادية أو بصمجية، الناس أسرة معروفة جدا. هتقدر تساعدهم؟ ساعدهم بالبحث عنها. مش هتقدر؟ يبقى بعد إذنك الصمت أفضل. خلينا نخرج فاصل ونرجع لكم مع طيب. خلينا ناخد قبل ما نخرج فاصل، خلينا معانا فقره غنائيه، مواهب جديده شابه في خلال من خلال برنامج الاختيار تم اختيارهم ان هم يكونوا معانا في اسره برنامج الاختيار. معانا الموهبه الاولى الاستاذ محمود عيد، ده موهبه غنائيه فنيه شابه لسه في اول طريقه، وهو تواصل معانا وحب ان يكون يظهر معانا، فاحنا من خلال هذا البرنامج تواصلنا معاه وقلنا له حضرتك هتكون معانا في اولى حلقات البرنامج ان شاء الله. خلينا نخرج فاصل ونرجع مع اول ضيف معانا، انتظروا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الموهبه الغنائيه الجديده الفنيه الفريده، هو بيطلق على نفسه ذلك. طبعا احنا ليس حكام ولكن هنسيب الساده المشاهدين هم اللي يحكموا على صوته. النهارده معانا مواهب شابه عايزين نساعدهم على تحقيق حلمهم. والطرب هو فن اصيل. كنا دائما نطالب ونناشد ان في شباب حابين يظهروا للنور. احنا كتيم عمل كمجموعة شباب فكرنا ليه ما نساعدش الشباب دي؟ الشباب دي ليهم حق علينا. الشباب ليهم حق علينا ان احنا نساعدهم، نقف جنبهم، لان احنا برضو تلاقينا اللي وقف جنبنا وساعدنا ومد لينا يد العون بعد الله. طبعا الشباب دي في منهم الفنان، في منهم الرسام، في منهم المطرب، في منهم الشاعر، في منهم الكاتب، في منهم في كل المجالات. عايزين يطلعوا على الكاميرا، عايزين يقولوا احنا موجودين. عايزين يقولوا احنا ولاد مصر. واحنا من البلد دي وبنحبها. عايزين يقولوا تحيا مصر. عايزين يقولوا احنا بنحب البلد دي. وعايزين نفضل في البلد دي، مش عايزين نطلع. عايزين نبني نفسنا جوه بلدنا، عايزين نكمل جوه بلدنا. خلينا نرجع لضيفنا الموهبه الجديده معانا استاذ احمد ممتاز. اهلا وسهلا بك استاذ احمد. اهلا بك استاذ احمد. نورتنا يا استاذ احمد. ده نور. اهلا وسهلا بيك في برنامج الاختيار. كنا بنتكلم مع حضرتك قبل الهوا، كنا بنقول انت نفسك توصل بس ما كنتش عارف توصل ازاي، صح كده يا استاذ احمد؟ تمام يا استاذ احمد. تمام. طيب انت هل وجدت صعوبه في الوصول معانا او التواصل معانا؟
كفريق عمل بالنسبه لبرنامج الاختيار؟ والله انا متشرف بصراحه بيك وحضرتك. الشرف لينا، الشرف لينا يا فندم. انا بقعد من قدامك هنا. الشرف لينا، الشرف لينا. طيب طبعا احنا كنا بنقول بالنسبه للمواهب الشابه اللي معانا مواهب غنائيه، فطبعا انا حابب ابدا اول سؤال مع ضيفي انك حضرتك تسمعنا صوتك النهارده يا استاذ احمد عشان طبعا الناس تشوف الموهبه اللي حابه تطلع للشمس او تظهر للناس. اتفضل، ممكن تسمعنا ايه النهارده؟ هسمعك ممكن تعلي صوتك تقريبا 20. اوكي، 21. اوكي اتفضل. كده كده يا قلبي، يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا. كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي؟ يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. مش فاضل مني غير حبة جروح. مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما أقول عليك ماضي وكان. جميل، صوتك حلو. دخلني بصوت. باخترت شيرين لأن شيرين فيها إحساس رهيب، زيها زي باقي الفنانين المصريين الجمال. دائما شيرين لما بتيجي تغني صوتها بيخترق القلب مباشرة، فلذلك حضرتك حبيت انك تغني تبدأ بشيرين معانا، لان انا كمان على المستوى الشخصي انا بعشق شيرين. طيب عايز اسألك اول سؤال معانا، ازاي يا استاذ احمد اكتشفت ان صوتك حلو؟ يعني مين اللي قالك ان صوتك حلو كمل، انت كويس يجي منك؟ والله اصدقائي وجماعة عندنا البيت البيت عندنا وبتاع، وكتير من الناس قالوا لي ان صوتك حلو، وانا برضو عايز اشتغل على نفسي كتير برضو. تمام، اكيد اكيد. طيب انا عايزك تريح كده، يعني تاخد راحتك، ما تبقاش متكتف يعني، فلان ده بيتنا، قناة الصحة والجمال هي طبعا بيتنا التاني طبعا، واحنا سعدنا ان حضرتك معانا، وحابب كمان اسالك سؤال تاني بعد اذنك. اتفضل. طيب مين اللي شجعك بقى على الاستمرار وقال لك اوصل في برنامج اسمه الاختيار، في فكره، في بيستضيفوا الشباب، اوصل حاول تكلمهم، يعني مين اللي دلك علينا يعني؟ اصدقائي والله، بس في واحد هو اللي ساعدني بكده. تمام، انا بعزه بصراحه. طيب ممكن تشكره على الهوا لانه هو وصلك بالفعل معانا على الهوا. انا بصراحه انا بعزه والله وبحبه قوي. اسمه ايه؟ احمد محمد. أحمد محمد. واحنا من خلال برنامج الاختيار بنتوجه بخالص الشكر للاستاذ احمد محمد ان هو جاب لنا صوت جميل زي الاستاذ احمد. الله، نورتنا يا استاذ احمد حبيبي. الله، طيب ايه رايك تسمعنا حاجه تاني؟ ماشي. يعني انا اضحي بحياتي واسيب حياتي عشان خاطرات دي؟ يعني أنا أبقى هموت قصادها ومشتريها وتيجي هي تبي؟ يبقى فاضل إيه يا قلبي عشان نقول خلصت خلاص؟ هو أنا استحملت منها شوية، ده أنا شايل في قلبي كتير. وبصراحة البعد عنها يبقى بالنسبة لي طبعا خير،
واللي بات مظلوم يا بخته عن اللي بات ظالم في يوم. وانا قادر على وجع البعاد يا جراح، انا هتعب يومين لكن مسير ارتاح. وانا الله يصبر حالي علنا فيه. الله، صوتك جميل يا استاذ. الله يخليك. اهلا اهلا، نورتنا والله برنامج الاختيار. وعايزك كده يعني ايه، انا عارف ان الرهبه بتاعه الكاميرا والاستوديو يعني واخداك شويه، بس يعني بحاول افكك بقدر المستطاع عشان الحلقه يعني تبان للساده المشاهدين ان هي حاجه بسيطه وحاجه عاديه. انت طبعا يمكن ده الرهبه، انا ما بلومش عليك لان دي اول مره تظهر على الهواء، فاهلا وسهلا مره ثانيه، نورتنا ببرنامج الاختيار. كنت حابب اسالك سؤال ثاني، كل فنان او كل مطرب عنده حس فني، عنده اذن موسيقيه، فاكيد ليك حد من المطربين بتحب تسمعهم، يعني بتحب تسمع لمين من المطربين، بتحب تغني لمين من المطربين؟ للفنان احمد شيبة برضو. طيب قبل اي شيء احنا معانا مداخلة تليفونية نسمعها. نقول الو. الو، بجد احمد. الله يكرمك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، عطيه ايش. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ اسامه؟ ربنا يخليك، انا برنامج الاختيار. الله يكرمك، ازيك يا استاذ اسامه؟ منور الشاشه كلها ومنور الدنيا كلها. ربنا يبارك فيك يا رب. ازيك يا استاذ اسامه؟ ضيفك منور الدنيا كلها والله. الله يخليك. تسلم. ايه رايك في صوته يا استاذ اسامه؟ لا تمام والله، اخر حلاوه. انا بشكرك فعلا على ان انت عرفت المشكله بتاع بلدنا والله. اكيد طبعا، احنا كلنا واحد ولازم نقف جنب بعض يا استاذ اسامه. ربنا يخليك. انا بشكرك والله، وقلبي مع الاستاذ سمير دموكي، وربنا يجاوبه ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا معاه ان شاء الله للنهايه لحد ما يحصل عليها، وباذن الله احنا هنتواصل مع المسؤولين وبنطالب مره تانية بتكثيف الجهود والحملات لمعرفه مكان اختفائها، وان شاء الله ربنا يعصرهم عليها، ان شاء الله يعصروا عليها قريب. بشكرك مره تانية على اتصالك يا استاذ اسامه. نرجع تاني لضيفنا الاستاذ احمد. زي ما انت شفت الاتصالات يعني الكنترول بيحاول يعني بقدر الامكان ان هو ما يزعلش حد ويدخل المكالمات. طيب زي ما قلت لحضرتك، بتحب تشكر مين قبل ما اختم الفقره معاك؟ يعني عايز تشكر مين؟ احب اشكر زمايلي طبعا. طيب ممكن تسمعنا حاجه كده في اقل من دقيقه، حاجه صغيره كده؟ مش باقي غير اشواقي وسنين عذابي معاك، صعبان عليك فراقي، صعبان عليا انساك. مش باقي غير اشواقي وسنين عذابي معاك، صعبان عليك فراقي، صعبان عليا انساك. والاصعب كان قراري، مهما النيران هتزيد هنساك وده اختياري، والبعد شيء اكيد. نشكرك يا استاذ احمد، سعدنا بلقائك، وان شاء الله باذن الله اكيد المشاهدين شافوك، وباذن الله احنا معاك برضو لحد ما توصل، ونتمنى ان حضرتك تكون معنا مره واثنين وثلاثه ان شاء الله تاني. خلونا نخرج فاصل ونرجع مع ضيفنا، نرجع مع ضيفنا في الفقره الثانيه، الموهبه الغنائيه الثانيه الاستاذ محمود عيد. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقره الفنيه الثانيه. معانا الاستاذ محمود عيد. اهلا وسهلا استاذ محمود، نورتنا. مرحبا بك في برنامج الاختيار. كنت حابب اسالك سؤال كده زي ما سالت للاستاذ احمد. دايما بنسال احنا، بس عايزين نعرف الساده المشاهدين ان الوصول لنا مش صعب. لو حضرتك عندك موهبه وعايز توصل معانا هتوصل. الاختيار بيعلمك ازاي يكون عندك اصرار، الاختيار بيعلمك ازاي توصل لهدفك، الاختيار بيكون معاك دائما في كل خطواتك حتى طريق النجاح باذن الله.
نرجع تاني مره تانيه للاستاذ محمود. اهلا وسهلا بيك مره تانيه استاذ محمود، نورتنا. ربنا يخليك. اهلا بيك. كنت حابب اسالك بقى ازاي، نفس السؤال برضو، ازاي اكتشفت ان صوتك حلو؟ دي تاني مره يكون معانا على فكره. والله كتير من الناس مثلا زي اصدقائي وجيراني واصحابي طبعا واهلي كلموني كتير وقالوا انك صوتك حلو كده يعني. تمام. طيب مين اللي شجعك بقى على الاستمرار في الطريق ده؟ هو طبعا انا بوجه الشكر طبعا لمحمد صاحبي محمد ابو عريضه، هو اللي شجعني كمان طبعا. كمان بنوجه برضه شكر للاستاذ محمد ابو عريضه ان هو وصلك بينا عشان نسمعك ونشوفك وتقعد معانا وتشرفنا في برنامج الاختيار. اتفضل. طبعا هو لما كلمني على حضرتك وقال لي اتواصل معاه وكده، فانا كان فضل حضرتك اللي انا اقعد مع حضرتك. ده الفضل لله اولا، احنا اخوات طبعا كلنا وما فيش فضل بيننا وبين بعض. احنا دائما اللي بيطلع درجه بيحاول يمد ايده لاخوه ان هو ياخده معاه ويكون معاه على نفس المستوى وعلى نفس، وانا طبعا بتمنى لك انك تكون ناجح ومستوى باهر ان شاء الله. وانا سمعت صوتك قبل الهوى، بس طبعا انا ما اقدرش اقول رايي، فنخلي الساده المشاهدين هي اللي تحكم. طيب ايه رايك تسمعنا حاجه كده؟ ماشي، انا هسمعك حاجه لاحمد بشام. اوكي تمام اتفضل. وانا معلش هغني. ماشي اوكي. يا حياة الروح قلبي مدى النوم، ولا يوم ولا ارتاح، راح تنسى وتواني او تلقاني كل جراح، يا مسهرني ليالي وانت على بالي، انا عمري ما نسيتك وانا ما صدقت لقيتك، وبتسأل لو حبيتك وانا دايب فيك، وشايفني جاي لك دايب وسايب لك قلبي وجاي روحي وناس الحبايب ويبقى عمري شريك. يا حياة الروح قلبي مدى النوم، ولا يوم ولا ارتاح، راح تنسى وتهواني او تلقاني كل جراح، يا مسهرني ليالي وانت على بالي. صوتك جميل، صوتك جميل والله. كنت برضو بسأل دائما، مش عايز أسألك بقى أسئلة تقليدية يعني، أنا شايفك بسم الله ما شاء الله الرهبة ضاعت. قعدت معاك قبل الهوى واتكلمنا، وطبعا الفضل يرجع لصديقي المخرج الجميل وصديقنا كلنا الأستاذ سيد، يعني ضيع الرهبة دي من عندك. إيه رأيك إنك حاولت تتواصل معنا صح؟ طبعا. طيب زي ما قلت لحضرتك، في مشكلة بتقابلك في إنك توصل لهدفك؟ يعني عايز توصل، إيه اللي بيعطلك؟ إيه اللي بيعطل شباب أو جيل الأيام دي إن هو يوصل لهدفه؟ والله يا أستاذ أحمد طبعا أنت، أنا لما كلمت حضرتك وكان طبعا شرف كبير لي إن أنا أطلع مع حضرتك طبعا. شرف لينا. والأستاذ سيد هو اللي شجعني طبعا للموضوع ده. وانا بقول لاي شخص طبعا اللي هو ما يقفش طبعا في طريقه كده ويكمل وطبعا ويسعى، وده حاجه كبيره طبعا. اكيد، لان السعي شيء جميل. وبعدين السعي عامل زي الرزق، يعني اي حد عنده موهبه لازم يكمل ما يقفش. هتلاقي اللي يحبط فيك كتير، احنا لقينا اللي بيحبط فينا ويقول لك لا ما تكملش ما تخرجش ما تروحش ما تعملش، لو هنسمع كلامهم مش هنتقدم خطوه واحده. طيب عشان ما نخرجش بعيد عن موضوع الحلقه، حضرتك بتحب تسمع لمين من المطربين؟ والله الفنان الكبير طبعا تامر حسني، بحب اسمع اغانيه طبعا. جميل. بحب اسمع اغانيه طبعا، والفضل شاكر. تمام. الناس مغني الاغنيه دي طبعا حبيبي طبعا الفضل شاكر. طيب حابب تسمعنا لمين؟ اسمعك حاجه لاحمد سعد. حاجه لاحمد سعد طبعا، من عشاق احمد سعد. البيوت لو كانت قصور بعيد عن أهلك تغور، والغربة زي ما تدي تاخد والسنين عليك تدور، البيوت لو كانت قصور بعيد عن أهلك تغور، والغربة زي ما تدي تاخد والسنين عليك تدور، ده العمر بيعدي في ثواني واللي راح مرجعش تاني،
نفسي يرجع لزماني وبعد عتمة لاقي نور. البيوت لو كانت قصور بعيد عن أهلك تغور. الله صوتك حلو بجد. ربنا يخليك يا صاحبي. ربنا يبارك لك يا رب وإن شاء الله. طيب معنا، طيب نرجع معنا مداخلة تليفونية نقول ألو. منور الشاشة. الله يكرمك، مين معايا يا فندم؟ محمد سعيد. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد، نورتنا ببرنامج الاختيار. منور الشاشة. ربنا يكرمك، نورتنا ببرنامج الاختيار يا أستاذ محمد. الله يخليك يا زلمه. ايه يا طير يا رب تكون مبسوط دايما كده، ايه اللي عجبك في حلقتنا النهارده وايه رايك في صوت المطرب اللي معانا؟ والله انا الاول عايز انوع على الحلقه اللي انت عملتها عشان الاخ سمير الدموقي. والحاله اللي بقت موجوده كتير دي، انا عارف ان البرنامج ما بيهدفش لكده بس معلش لازم اتكلم برضه في النقطه دي. لا اتفضل تحت امرك اتفضل. يا ريت توطي صوت التليفون سن التلفزيون او تبعد عنه شويه. كده كويس يا فندم. طيب احنا لو اي حد يعرف معاك يا استاذ محمد، احنا معاك على الهواء، لو اي حد يعرف اي حاجه عن السيده دعاء او الاستاذه دعاء، احنا هننزل بعد اذن الكنترول بعد اذنك يا شباب تنزلوا لنا ارقام والدها، رقم الارقام معانا على الهواء، اي حد يعرف اي حاجه عنها يتواصل على الارقام دي. وطبعا والدها كان بيقول انا عامل مكافاه ماليه على من يحصل عليها او يجدها. وبعد اذنكم بلاش اشتغالات التليفونات اللي بتحصل، الناس على اخرها، الناس تعبانه، الناس ما بتنامش، والدتها منهاره، والدها بكى على الهوا. بعد اذنكم اللي يعرف فعلا طريقها يتواصل مع والدها، والارقام موجوده على الهوا معانا. طيب نرجع تاني لضيفنا الاستاذ محمود، وطبعا دي حاله انسانيه، وانا طبعا الناس لما تواصلت معانا حبيت ان انا اوصل صوتهم للمسؤولين، فطبعا ده واجب علينا كلنا ان احنا نساعد بعض الشعب طبعا. المصري دايما يا استاذ محمود، ومعلش ان انا ببعد عن الحلقه شويه، بس حابب الشعب المصري دايما شعب عاطفي بالفطره، شعب بيحب بعضه، شعب مهما يختلف بس مستحيل يفترق او حد يعرف يفرق ما بينهم. خلي اي مشاكل بتحصل دائما ما بيننا وبين بعض زي الاسره، بيحصل مشاكل في البيت وبيرجعوا دايما يتكاتفوا في حاله واحده، لو حسوا ان في حد غريب داخل عليهم او بيحاول يسرق منهم الاسره دي او بيحاول يدمر الاسره دي دايما. هو ده الشعب المصري الاصيل، الشعب الفرعوني اللي ما يقدرش عليه غير ربنا طبعا. فبرضه من خلال برنامج الاختيار بتوجه برساله شكر لجيش مصر خير اجناد الارض، ربنا يحفظ مصر وجيش مصر وشعب مصر، لان فعلا احنا بعد الله وبعد جيش مصر احنا ما نسواش حاجه. ارجع تاني لضيفي الاستاذ محمود. طيب معايا معلش معايا مداخله تليفونيه تاني نقول الو. الو. اهلا مساء الخير. اهلا نور يا باشا. اهلا وسهلا، اتشرف باسم حضرتك الاستاذ احمد. اهلا وسهلا. مين؟ محمد جمال يا باشا. محمد جمال، اهلا وسهلا استاذ محمد. الحمد لله تمام والله. الله يكرمك. اتفضل، ايه رايك في الصوت اللي معانا النهارده يا استاذ محمد؟ والله يا باشا تمام، وبصراحه ناس صوتها حلو قوي، سواء احمد ممتاز او محمود عيد، وانا بشكرهم جدا على الموهبه دي، كلهم مستكتين على نفسهم. تسلم تسلم يا فندم تسلم، شكرا لحضرتك استاذ محمد جمال، شرفتنا باتصالك في برنامج الاختيار. ارجع تاني للاستاذ محمود، في الكنترول بيقول لي في اتصالات رهيبه يعني مش عارفين، مش عايز اضيع الوقت يعني. طيب حابب تسمعنا حاجه تاني؟ انا كاتب اغنيه حابب اسمعها طبعا. ايه على الهواء دي اول مره؟ من أول. كلماتك؟ من كلماتي. تمام ماشي اتفضل. وبدانا المشوار وبدا في حلمنا، سهرنا ليل ونهار والحلم حلمنا، مش كل حاجة تبقى صعبة نديها ظهرنا، حاول وحس تبقى أحسن أحسن من كده، مش كل حاجة تبقى صعبة نديها ظهرنا، حاول وحس تبقى أحسن أحسن من كده،
احنا فين وبقينا فين، تعبنا جاي بعده حنين، احنا فين وبقينا فين، خلاص هنبقى مطمنين، خلاص هنبقى مطمنين. طيب احنا معانا اتصال تاني، معانا منا من الفيوم، نقول الو. الو الو الو، مساء الخير يا فندم. الو، معاك يا استاذه منى، اتفضلي. مساء النور. مساء النور على حضرتك. ممكن تطفي التلفزيون او توطيه بس عشان تسمعينا كويس؟ ايوه حاضر، اتفضلي، معاك يا فندم. ايه راي حضرتك في الصوت اللي معانا؟ بشكر الكابتن اللي غنى. التلفزيون بس ممكن نوطيه سنة عشان نعرف نسمع حضرتك، عشان في صدى صوت جامد، اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا بشكر الكابتن اللي قاعد وبحييه لصوته، وهو برنامج لطيف جدا وبرنامج جميل، انا لسه سامعاه دلوقتي حالا. تسلمي. وانا كنت عايزه في حاجه انا كنت مقلداها كده وكنت عايزه اسمعها لحضرتك وتقول لي ايه رايك فيها مبدئيا بس. طيب احنا بستاذنك طبعا عشان الوقت، وقت الحلقه ديه، ممكن حضرتك تفضلي تواصلي مع الاعداد، هو معاكي هياخدوا رقم حضرتك وتبعتي لهم اللي حضرتك كاتباه وان شاء الله هيتواصلوا معاكي على طول، ده وعد على الهوا. شكرا لاتصالك يا فندم. ارجع تاني كمل بقى يا استاذ محمود، عايز اسالك سؤال بقى محير الجيل، يعني خلينا نتكلم، احنا ولاد بلد طبعا، تمام، فعايزين نتكلم بكل بساطه شويه، بمعنى في دايما الشباب، شباب جيل الايام دي، وطبعا جيل الايام دي لما بيجي يتكلم بيتكلم بايه؟ ان هو عايز على الجاهز، مش عايز يتعب، عايز يوصل باي طريقه. تقول ايه للجيل ده؟ لا طبعا هو لازم يسعى طبعا، وعشان كده لو سعى وكده يبقى حق حلمه طبعا، وبقول له بوجه له طبعا اللي هو يتواصل مع اي حد، تمام، زي حضرتك طبعا ومع الاستاذ سيد، ده شرف لينا، شرف كبير طبعا. طبعا انا اسف ان انا بقطعك، بس يا ريت يا جماعه بعد اذن الشباب في الكنترول تنزلوا لنا صوره دعاء مره تانية ورقم والدها للتواصل واحنا بنتكلم. اتفضل يا استاذ محمود. طيب ممكن تسمعنا حاجه تاني؟ ماشي، هسمعك حاجه لحمزه نيمه. اوكي اتفضل. مالك مش باين ليه قلبك تاي من مدة كبيرة، خايف تتكلم ليه في عيونك حيرة، وحكاوي كتيرة متغير يا ما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان، عايش جواك احساسك كل يوم يقل، وتخط وخطوتك تزل، من كتر ما احبطك تمل، فين تلقى دواء بتودع حلمي كل يوم، في السفرات بيك الهموم، وكلكم والغربكم، ونسينا نعيش، كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما ده شيء، سرق العمر بالبطيء ورسى على ما فيش. وداري داري يا قلبي مهما تداري، قصاد الناس حزننا مكشوف، وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء الا وفراقه يشوف. الله عليك الله عليك. طبعا صوتك جميل جدا، وطبعا انا للمره الرابعه والخامسه اناشد، يا ريت بعد الزوكه يا جماعه تنزلوا لنا صوره دعاء على الهوا طبعا، ورقم والدها عشان الناس تتواصل معاه، والجديه طبعا يلتزم الجديه يا جماعه، بعد الزوكه كل يشوفها او يعرف اي حاجه عنها يتواصل معاه، لان دي حاله انسانيه. هو مش هدف برنامجنا او مش السياق اللي احنا بنمشي عليه، بس دي حلقه انسانيه، وانا وعدت الناس ان انا اوصل صوتهم واحط صوره بنتهم على الهوا، ان عشان الناس تتواصل معاهم رافه بحاله والدها ووالدتها. فطبعا اي حد يعرف اي حاجه عن دعاء يتواصل معاه. طبعا ارجع تاني اناشد الداخليه، وزاره الداخليه، واناشد القائمين على جهاز وزاره الداخليه العظيم
بعد اذنك يا جماعه يا ريت تكثيف الجهود عشان نعرف البنت دي راحت فين. واعز اشكر كل من قبل ما اختم مع ضيف الكريم الاستاذ محمود، نورتني طبعا في برنامجي. فعايز اشكر كل من جريده الجمهوريه، وعايز اشكر كمان جريده الشارع نيوز، جريده الجمهوريه اليوم وجريده الشارع نيوز، لانهم كان اول من وقف بعد الله بجوار برنامج الاختيار. فبناء على ذلك احنا حبينا نشكرهم، لان الناس دي بتتعب معانا، حبينا نشكرهم على الهوا. حابب اشكر الصحفي رئيس التحرير جريدة جمهورية اليوم الأستاذ إبراهيم مراد. حابب كمان أتوجه بخالص الشكر للصحفي العزيز ورئيس جريدة الشارع نيوز الأستاذ أسامة فرج. شكر خاص للصحفي والأخ والزميل الصحفي الجميل الأستاذ صلاح متولي اللي قدم أول انطلاقة لبرنامج الاختيار. وحابب أشكر كمان عشان ما انساش، حابب اشكر الاستاذ سيد نجيب صاحب الفكره. اي نعم تعبنا معاه بس مش مشكله. وحابب اشكر طبعا المخرج الجميل، كل اللي واقفين خلف الكاميرات. حابب اشكر مدير التصوير، حابب اشكر الاعداد، حابب اشكر المخرج الاستاذ وليد عماره، وحابب اشكر الاعداد اللي شغالين معانا وبيتعبوا بصراحه عشان يخرجوا والفيديو ارت والاوت. وحابب اشكر كل الكرو التيم وورك كله والاعداد والكاستنج. ميرسي جدا يا جماعه ان انتوا وصلتوا رسالتنا، ميرسي ان انتوا وقفتوا معانا. هو ده هدف قناه الصحه والجمال، ان هي دائما بتحب تساعد الشباب ان هم ينموا مواهبهم، واحنا استشفينا منهم دي وعملنا برنامج الاختيار عشان نكون دائما على قدم وساق واحده بجوار الشباب جيل الايام دي، ان احنا نحاول نساعدهم. برنامج الاختيار برنامج يساعدك على اختيار موهبتك. عايز تروح فين؟ برنامج الاختيار برنامج فكرة تعبنا عليها عشان نوصلها للنور. بيحقق البرنامج الاختيار بيحقق كل حلم كل مواطن مصري، بيحقق حلم كل بنت، كل ولد، كل شاب، كل راجل كبير في أي مجال. احنا برنامجنا برنامج مواهب، برنامج صناعة، برنامج احترافي، برنامج أشعار، برنامج كتابة. اي شايف نفسك في اي مجال تقدر تقدم معانا. الوصول لنا مش صعب، بعد اذن الشباب طبعا ينزلوا لنا ارقام التواصل في الكنترول، ينزلوا لنا ارقام التواصل. حابب توصل معانا اتفضل. ارقام التواصل زي ما هي ظاهره على الشاشه قدام الساده المشاهدين، ارقامنا متواجده معاكم، اتفضلوا تواصلوا معانا بكل سهوله ويسر. برنامج الاختيار برنامج يكتشف دائما الطريق بدايته نهار، الطريق بدايته أمل. حابب تسمعني إيه يا أستاذ محمود؟ ماشي حضرتك، هسمعك الحاجة لوردة الجزائري. اتفضل. بس يا ريت سريعا عشان وقت البرنامج. ماشي حضرتك. اتفضل يا فندم. يا عيون عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبانة تعبانة سفر، يا عيون عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبانة تعبانة سفر، كتروا في الحب تلاقوا في الظلمة ألف قمر، بنحب يا ناس أكدب لو قلنا ما بنحبش، بنحب يا ناس ولا حدش في الدنيا ما حبش، والدنيا ناس من غير الحب ما تنحبش، من غير الحب ما تنحبش. الله عليك الله عليك. خليني سريعا كده اخرج، كان في حد بيقول قبل الهوا ايه راي حضرتك يا استاذ احمد. طبعا احنا هنعمل البرنامج بتاعنا برنامج ثقافي اجتماعي ترفيهي مواهب كل حاجه. كان بيقول لي حابين نتكلم عن الزوج والزوجه، الزوجه النكديه، الزوجه اللي بتعمل مشاكل كتير، الزوجه اللي بتنكد حياتها. حابب اقول لها على الهوا، الزوجه اللي بتنكد على حياه جوزها جو اوت. حضرتك مش قادره تكملي معاه، هو في ألف غيرك استحمليه. الراجل تعبان، الراجل عنده شغل، عنده ضغط. هنعمل حلقات كتير عن المواضيع دي، لان زي ما قلت لحضراتكم البرنامج بتاعنا يشمل كل شيء وبيتكلم في كل المواضيع. وبعد اذنكم يا ريت تتواصلوا معانا، واللي عنده فكره حابب
البرنامج يتكلم عنها ممكن تبعتوها لنا، واحنا كفريق عمل ان شاء الله هنشتغل عليها، واوعدكم ان احنا ننظرها على الهواء. نورتني يا استاذ محمود في برنامج الاختيار. حابب تقول رساله شكر قبل ما ننهي؟ انا بشكر طبعا صحابي وجيراني واهلي، وبشكر الوالد والوالده اللي هم جابوني مع حضرتك هنا. انا بشكرهم، ده شرف لينا. وانا بشكرهم برضو من خلال برنامج الاختيار ان هم طلعوا موهبه فنيه جميله زي حضرتك، نورتك. وانا في مفاجاه، في مفاجاه حابب اعلن عنها قبل نهايه حلقتي. برنامج الاختيار من خلال برنامجنا هذا اعلن ان احنا هننتج كليبين للاستاذ محمود عيد والاستاذ احمد ممتاز على نفقه برنامج الاختيار ان شاء الله، لان صوتهم يستاهل ان احنا نقف جنبهم. ايه رايك يا استاذ محمود؟ ربنا يخليك والله. كنتم مع، نورتنا يا استاذ محمود طبعا، ربنا يخليك يا استاذ، وان شاء الله تكررها معنا تانية. كنتم مع برنامج الاختيار ان شاء الله، انتظرونا دائما وابدا مع برنامج الاختيار. افكار جديده، افكار مجنونه من نوعها، افكار دائما بتظهر الشباب للنور. برنامج الاختيار نابع من النهار، برنامج الاختيار طريق كله امل، برنامج الاختيار لمساعده الشباب لتحقيق اهدافهم والوصول الى ذاتهم. الشباب محتاجه اللي يقف جنبها زي ما كان معانا الاستاذ محمود وكان معانا الاستاذ احمد. انتظرونا ان شاء الله يوم الاثنين في الحلقه القادمه، يوم الاثنين القادم ان شاء الله على خير. اشوفكم على خير في حفظ الله وامني ورعايتي. مع السلامه.